شهدت مدينة تعز اليوم الجمعة تظاهرة حاشدة للتنديد باستمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وللمطالبة بدعم المقاومة هناك. وفي التظاهرة التي جابت شوارع المدينة رفع المشاركون فيها لافتات منددة باستمرار المجازر الوحشية والبشعة بحق أهالي غزة المحاصرين وبالعملية العسكرية في رفح. وهتف المتظاهرون بالتأييد للمقاومة الفلسطينية وطلبوا بدعمها للدفاع عن الأرض والكرامة والمقدسات، كما ندد المحتجون باستمرار الصمت العالمي إزاء حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال بدعم أمريكي وغربي. القضية استمرت أكثر من 200 يوم لحد الآن وتعتبر كأنها منسية. الشعوب ما زالت يقظة للمخطط الإجرامي الصهيوني والأمريكي، ولكن الجيوش دون المستوى المطلوب منها. نحاول هنا أن نعيد الأصوات ونعيد الجماهير كلها لبؤرة المشكلة ولنبض قلب هذه الأمة، القلب النازف، ونحاول في هذه الأثناء أن نعمل ما علينا كشعوب. نحن مستمرون في المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات، وسنستمر نصرة لإخواننا المرابطين في أرض غزة وتضامنا مع قضيتهم وحرب الإبادة التي لا زالت متواصلة يوما بعد يوم، وآخر ما نشهدها في محافظة رفح. سبب استمرارنا في تظاهر في هذه المظاهرات والانتفاضات هي القضية الأساسية، قضية المسلمين عامة والعرب بشكل خاص بالذات. نقدم التضامن الكامل مع أبناء فلسطين وبالذات مع أبناء مدينة غزة المحاصرة، الذي أرادوا أن يتخلصوا من الاحتلال والعدوان الصهيوني الغاشم وما زالوا يركعونه حتى اليوم. فنقول لهم لقد ركعتم جيش كان يظن بأنه المهيمن على العالم والمهيمن على الشرق الأوسط، لكنكم بإرادتكم وصمودكم الباسل وعقيدتكم الإيمانية الصافية ذليتم وأخزيتم العدو الصهيوني الغاشم وبالذات العرب الخائنين. بحيي المقاومة الفلسطينية جميعها في الداخل في فلسطين والخارج على صمودهم الأسطوري ضد الكيان الصهيوني الغاصب، الكيان الصهيوني الغاصب المغتصب لأرضنا منذ ما يقارب 75 عام. نقول لهم مزيدا من الصمود ونحن من ورائكم، نحن معكم دائما وابدا، لن نكل ولن نتعب، معكم دائما. نحن في تعز وفي كل اليمن نقف دائما وفي كل جمعة وفي كل عيد وفي كل مناسبة معكم، لن نكل ولن نمل من معكم، صامدين معكم دائما وابدا. ونقول لحكامنا حكام العرب قفوا مع شعبنا الفلسطيني حقيقة، لا تذهبوا عنهم ولا تبعدوا عنهم، لقد خذلتموهم كثيرا.